قلت لي تقيم الجثة من البيت وتدفن بمحل بعيد. ايه يا كان ابو دراع، هيك بيكون البيت بالسليم ومنقدر نبيعه يمين ما كان. بس ما لقلك، ها انا ما خصني بشي منوب. شلون يعني ما خصك بشي؟ مو انت بدك تقسمني بنص حق البيت؟ انت بتحمل الجثة وتطلع فيها برات الحارة. شو خايف ابو دراع؟ جثة حرمتك اكل الدود وصار عظامها مكاحي. مو ابو دراع اللي بيخاف نمس، كل واحد بياخد حق تعبته. انت بدك تاخد نص حق البيت وبدون ما تشتغل شي، بتساوي اللي اتفقنا عليه على دوز بارا وبتخلصني من الجثة اللي بالبيت، وقتها بتصير شريكي. وانا موافي. امتى بدك تبلش؟ بسو بل ايه بلش. بدي خليني نشوف البيت بالاول، ودلني وين دفنت للمرحومة، واترك الباقي على النمس.